الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة. حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سبحانك اللهم، لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، نبي الثقلين القدوة، ورسول العالمين الأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. ونستفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون الأكارم، بدأ الإسلام بتلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم للوحي الشريف في حراء، واستمرت الدعوة إلى الإسلام سرا 3 سنوات، وتم الجهر بالدعوة في مكة 10 سنوات، ثم أمر النبي بالهجرة إلى المدينة المنورة فعاش فيها 10 أعوام. تحول الإسلام
بهذه الهجرة من كونه مجرد دين ودعوة ليصير دينا ودعوة ودولة وجيشا وأمة. استطاع هذا الدين القيم بقوته الذاتية أن يركع عبدة غير الله في الأرض، أن يركع الأكاسرة والقياصرة، وأن يبسط لواء هذا الدين على الروابي في كثير من أرجاء الدنيا. عز به المسلمون وسادوا وفتحوا البلاد والأوطان والأقاليم ليس ظلما وطغيانا، وإنما حب من أهل البلاد لقيم هذا الدين ومضامين هذا الدين وأخلاق هذا الدين وتشريعات هذا الدين ونظم هذا الدين. ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وارتموا في متع الدنيا وملذاتها وشهواتها، في الحلال وهذا طيب، وفي الحرام والعياذ بالله. فدالت دولتهم وضعفت شوكتهم وصار أعداؤهم يتطاولون عليهم فكانوا يقاومون والحرب سجال. ثم ركنوا إلى الدعة والكسل بفكر ملوث مغشوش استأجر أعداؤهم بعض ضعاف النفوس من علمائهم، أي من علماء المسلمين، استأجر أعداؤنا بعض ضعاف المسلمين بعض ضعاف النفوس من علماء المسلمين، وكلفوهم أولا أغرقوهم بالذهب والفضة والدراهم والدنانير والدولارات والريالات واليوروهات وما شاكل ذلك، أغرقوهم إغراقا. حتى عصرنا هذا منا نحن أهل العلم عملاء، منا نعرفهم وهم يعرفوننا جيدا. هؤلاء العملاء الذين استذلوا بالدرهم والدينار فتحوا ثغرات في الثقافة الإسلامية ليستطيع الأعداء الهجوم علينا من خلالها. فما الذي كان وراء ذلك؟ ما الذي كان وراء ركون الناس من المسلمين للكسل؟ وما الذي كان وراء محاولة بعضهم التربح السريع من حرام أو سحت دون أن يسأل؟ وما الذي أغرى بعض ضعاف النفوس من علمائهم أن يتحولوا من علماء إلى عملاء؟ وراء ذلك كله فساد الأخلاق، وفساد الأخلاق ما استشرى في أمة إلا وهنت وضعفت. فساد الأخلاق يعني خراب الذمم، يعني موت الضمائر، يعني شيوع القيم السلبية من كذب وغش وتزوير وتدليس ورشوة ومحاباة وتقديم
لغير الأكفاء لأصحاب الأحساب والأنساب والوساطات والقرابات والعلاقات، وتقديم المنافقين المزيفين على أصحاب الخبرات العميقة والعلم النافع المجرد الموضوعي المتثبت الموثق النزيه، وتقديم أولئك الدجالين والنصابين الذين يأتون بخرافات وخزعبلات لتشيع في الناس ليدغدغوا الغرائز وليربطوا على المشاعر وليستنهضوا العامة والكافة للصراخ والعويل لعجب ودهشة ما يسمعون. هذه كلها أخلاق سيئة فشت في الأمة فضعفت الأمة، ضعفت. ماذا تقول عن أمة كانت تبلغ أكثر من 150 مليون وعصابات هي شراذم من هنا وهناك، انتصرت على هذه الأمة الطويلة العريضة كثيرة العدد في كل المعارك والحروب إلا انتصار أكتوبر، واستطاعوا أن يحاصروا طلائع جيشنا لولا الهمة والقوة والخبرة لمات أبناؤنا في الحصار. ما الذي حول الأمة إلى أن تكون قطيعا بهذه الصورة؟ أين ذهبت النخوة والمروءة والإحساس بأننا خير أمة أخرجت للناس؟ أين ذهب ذلك؟ كل ذلك وراءه فساد الأخلاق. ولن، وأنا أقول ولن ولن تأبيدية لتأكيد النفي وتأبيده، لن تنهض الأمة في أي وطن من أوطانها وتقف شامخة قوية يهابها كل الأعداء إلا إذا تحلت بالأخلاق التي يتضمنها القرآن والسنة. نحن في حاجة إلى تصفح القرآن وجمع دستور الأخلاق فيه، وإلى تصفح السنة وجمع دستور الأخلاق فيها، وإلى تربية نشئنا على هذه الأخلاق وإشاعة هذه الأخلاق من فوق منابرنا في المساجد لتتخلق بها الأفراد، لتصير الأمة كما أراد الله لها أن تكون، خير أمة أخرجت للناس. أيها الإخوة المسلمون الأكارم، لو نحن تصفحنا مصادر التاريخ البشري وتأملنا الأسباب التي كانت وراء رقي الأمم التي ارتقت ونهوض الأمم التي نهضت، لو تصفحنا تاريخ اليابان، لو تصفحنا تاريخ كوريا، لو تصفحنا تاريخ ماليزيا، لو تصفحنا تاريخ العرب حين كانوا ناهضين، لوجدنا أن النهضة تتحقق ارتكازا على الأخلاق الكريمة. ولو تصفحنا تاريخ الأمم التي فسدت وذبلت ووهنت ثم ماتت، لوجدنا أن وراء ذلك فسادا خلقيا شديدا شاع في تلك الأمم. لو قرأنا التاريخ فلنجدن ذلك كذلك. ولو قرأنا القرآن الكريم
لوجدنا القرآن الكريم قد أصل ذلك أحسن تأصيل وفصله أحسن تفصيل. لقد بين القرآن أن في طليعة الركائز التي تنهض على أساسها الأمم الناهضة المقدمة أنها تحلت بكريم الأخلاق، بالصدق، بالأمانة، بإتقان العمل، بالإخلاص، بالوفاء بالعهد، بإنجاز الوعد، بحسن النوايا، بإعمال الفكر، بالعرق، بالجهد. كل هذه أخلاق طيبة حين تسود ترقى الأمة، وعكسها حين يسود تنحدر الأمة. واستمع إلى ربك: ولو أن أهل القرى، قرى رمز للأوطان، ولو أن أهل القرى، خلي بالك، آمنوا، حققوا عقيدة وثيقة رشيدة، واتقوا. لن أقف معك عند تعريف التقوى كما ينسب إلى علي كرم الله وجهه فقط، وإنما سأيسر لك الأمر. التقوى والتقى أن تجتهد أيها الإنسان في أن تصنع وقاية حصينة قوية بينك وبين كل ما يغضب الله، أو قل أن تنجح في صناعة حائط قوي متين بين ذاتك في الآخرة وبين عذاب الله. والتعريفان يؤديان إلى معنى واحد: التقوى أن تتحلى وتتحصن بما يقيك من غضب الله سبحانه وتعالى، وذلك لا يكون إلا بمكارم الأخلاق. أيضا حين نقرأ: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بتعريف التقوى هذا التعريف يعني يكون المعنى: ولو أن أهل الأوطان في الأرض اعتنقوا دينا قويما صالحا، هو الإسلام طبعا، واتقوا أي وابتعدوا عن كل ما يغضب الله والتزموا كل ما يرضيه، ماذا؟ لا تسل من أين، ولا تسل كم، ولا تسل كيف، ولا تسل إلى متى. لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أيضا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، تعبير من ذكر أو أنثى يعني الخطاب الجميع في كل زمان ومكان، وهو مؤمن انطلاق عمله قاعدته الإيمان، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالذين لا يشعرون بالبركة في الحياة، الذين يشعرون بالضنك في الحياة، بالضيق في الحياة، بالهموم في الحياة، بالغم في الحياة، هذا هو الطريق، الطريق الإيمان والتقوى، الأخلاق الكريمة.
هي التي تغير. نعم بإذن الله تعالى، وهذا وعد القرآن الكريم. ثم ماذا؟ القيم الأخلاقية ومكارم الأخلاق هي المراد الأعلى من رسالات السماء. استمع، وما أمروا، كل من أرسلت إليهم رسالة، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة يحسنون علاقتهم بالله، ويؤتوا الزكاة يحسنون علاقتهم بالله، وذلك دين القيمة، دين الشريعة القيمة، دين الرسالة القيمة. قل إنني أمر لرسول الله ولكل مسلم من خلف رسول الله، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني كل الرسالات التي مضت كانت تبني قلاع الأخلاق. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يؤكد ما بناه الأولون ويتمم الأخلاق لتصل إلى القمة. أيها الإخوة المسلمون، هكذا بالإيمان والأخلاق تنهض الأمم. وعلى الجانب الآخر نجد أنه بالاهتزاز العقدي والفساد الخلقي تنهار الحضارات والمدنيات، تنهار الأمم بالفساد الأخلاقي. الفساد الأخلاقي، الرشوة، التربح، السرقة، الاغتصاب، التحايل، استغلال الوظيفة، استغلال المنصب، تجارة في الآثار، بيع الآثار للخارج، شراء أرض الدولة المتر بجنيه وتسقعها وتبعها المتر بألفين وبتلاتة وبعشرة. وناس البسطاء ما بيعملوش الكلام ده. هو مين في هنا اللي هيعمل الكلام ده؟ أنا لا أحدثكم عن أنفسكم، إن الفلاحين والعمال البسطاء هم أقرب الناس إلى الله في مصر. أقسم بالله العظيم، هذه حقيقة. إن الفساد، كل الفساد، يأتي من أصحاب الياقات البيضاء والأوجه الممكيجة والأدمغة التي تربط من تحتها رباطات العنق. ولو تخلق الكبار عبر العصور بأخلاق الكادحين من أبناء القرى ما انحطت مصر عن مكانتها أبدا. وما كنا في حاجة إلى رقابة إدارية ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وأجهزة سيادية بالألوف المؤلفة لمراقبة الفاسدين المفسدين والقبض عليهم لتخليص الأمة منهم. هؤلاء وحوش كاسرة تمتص دماء الأمة وتفترس عظامها، تقضقض العظام قضقضة، تكسرها تكسيرا، عظام الوطن، عظام المواطنين. الفساد الخلقي وراء انهيار الاقتصاد وانهيار الحياة الاجتماعية. لو أن الأخلاق تلتزم والانضباط يتحقق لنصلن إلى القمة بكل سهولة ويسر. إن فساد الأخلاق يا سادة كم ضيع أمما
وكم انهارت بسببه حضارات وسقطت على أيديه مدنيات. واقرأوا التاريخ. وضرب الله مثلا، سورة النحل، اسمعوا القرآن. وضرب الله مثلا قرية، وطن يعني، كانت آمنة مطمئنة، كانت آمنة مطمئنة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فماذا؟ فكفرت بأنعم الله. اوعى تفهم انها كفرت بالله، هي كفرت بأنعم الله، كانت مسلمة، كانت ملتزمة بالرسالة شكلا في البطاقة، فكفرت بأنعم الله. هناك فرق بين الكفر بالله والكفر بأنعم الله. الكفر بالله أمره أمر، أما الكفر بأنعم الله فهو جحود النعم وأخذها من غير مصادرها الشرعية وإنفاقها في غير مصادرها الشرعية وجحود فضل الله بها، هذا هو الكفر بالنعم. فماذا حدث؟ فأذاقها الله عقابا بقى لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ألم أقل لكم يا سادة كم انهارت مدنيات بمعول الفساد الأخلاقي، وكم بادت حضارات بشيوع الأخلاق السلبية الذميمة الكريهة. لقد كان في غابر الزمان اليمن، كان اسمه اليمن السعيد، حضارة باهرة زاهرة متقدمة متألقة ناهضة تباهي العالمين. ثم ماذا؟ لم يرعوها حق رعايتها، لم يتقوا الله فيها، فشى فيهم الفساد، فماذا؟ انهارت واندثرت. واسمعوا، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. سبأ أمة كانت في جنوب اليمن، كانت لهم حضارات، ما زال سد مأرب مزارا حتى الآن، حتى الآن. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، أي في وطنهم آية. ما هي؟ كل مواطن له قصر تحوط به جنتان، إحداهما عن يمين والأخرى عن شمال. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال. قيل لهم وعظوا من مرسليهم بما يأتي، قيل لهم في الرسالات كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. عاوزين ايه بعد كده؟ حياة الآية دي تترسم لوحة تتفرج عليها كده تستمتع وتسترخي وتنام من الجمال وعطاء الصورة. ايه اللي حصل؟ فأعرضوا. بس الجملة دي جملة، فعل وفاعل، جملة. جماعة اللي بيقولوا لقاءات حصص نحو، ده النحو هو الحارس للكتاب والسنة، اي فهم
للقرآن والسنة، مش محصن تحصين لغوي لا يعتد به. والإمام مالك قال الكلام ده، لا أوتى برجل، ما يجيبوليش واحد يقول في كتاب الله، قعد يفسر بجلالة قدره على الدكة دي مثلا، يعني لا علم له بالعربية، مش ضليع في اللغة العربية، إلا جعلته نكالا. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، سورة يوسف، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، الزخرف، قد نعلم إنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فأعرضوا، تعبير فعل وفاعل، الفاعل ملزوق في الفعل، بنكتب الواو مشبوكة في الضاد، كلمة واحدة إملائية تعبر عن ما كان منهم. لو قريت أسباب انهيار حضارة سبأ في كتب من المراجع بتاع التاريخ، 700 صفحة و 800 صفحة، تقراه كده وتقراه وتبشربه، تلاقي جملة فأعرضوا دي تجمع الكلام ده كله. وبعدين فأرسلنا عليهم سيل العرم، مكان هناك اسمه العرم، سيل نزل، وبدلناهم بجنتيهم اللي فيها من الفواكه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، جنتين بديلتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل، أحسنها النب بس قليل. يروح فين ده بقى من التفاح والكاكا والرمان وصنوف الفواكه بقى، انتوا عارفينها اكتر مني يعني. ذلك اي هذا التنكيل، ذلك، شوف كلمة ذلك دي، يا سلام، كأنك بتبص لهم كده وتشوفهم حصيدا خامدين، ذلك إشارة، يبقى فيه مشار إليه، تتخيل أنت بقى، جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور إطلاقا. شوف كده، الجماعة اللي بيشتري منك يروح حاطط إيده على الكيلة كده، على القدح كده، يبيع لك يروح ممسح ويشيل شوية كمان، سورة مخصوص، سورة المطففين، ويل للمطففين، يا ساتر يا رب، ويل للمطففين. السورة بتبدأ بويل واسمها سورة المطففين، انت عاوزين ألعن من كده؟ أمال الناس اللي بيسرقوا الأرض دي يروحوا فين؟ اللي خربوا مصر يروحوا فين دول؟ دويل دا واد في جهنم أو دعاء من القرآن عليه؟ ويل دول ما بيصلوش، واذا صلوا الواحد منهم بيقعد على ركبه كده مش قادر يقعد، ربنا قال راحته في بيت الله، ما بيعرفوش، بيعرفوش، صدقوني ان يتوضوا صح مره ما يتوضوش 20-30 مره، ولا تلاقي صلاه ولا تلاقي خوف من الله، ويقعد في الجامع الان وحركان، الخطبه طالت، اللي بيتكلم طول، ما انا بصلي بكتير قوي وعانينا كتير قوي. ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس، لو راحوا يكيلوا شويه قمح من عندهم هم اللي هيشتروا، يستوفون، يحط ايده على القمح كده، واذا كالوهم، اذا كيلوا للناس عشان يبيعوا لهم، او وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين،
وبعدين يعقب: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. يا ساتر يا رب. الفساد الأخلاقي وراء كل مصيبة. قال الشاعر: وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، أو كما قال: ادعوا الله يستجب لكم. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وسيد المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون الأكارم، أحمل لكم ولكل من أخطب فيهم حبا لا يعلمه إلا الله، وأدعو لنفسي وللمسلمين عامة ولرواد المساجد التي أرتادها خاصة بالهداية والتوفيق، وأن يحلينا الله بالأخلاق الكريمة. وأحب أن أؤكد لكم أنك إن أدبت أبنائك وربيتهم على مكارم الأخلاق فذلك أفضل 1000 مرة من أن تربي لهم مالا واقتصادا وتتركهم نهبا للفساد الخلقي. اجمع وكون لهم، احشد لهم اقتصادا أهراما من الخيرات. فالحديث يقول: إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. والحديث الآخر يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. يعني النبي عاوز يقول أكبر إثم الواحد منا بيرتكبه أنه يضيع مستقبل أولاده الاقتصادي. حديث النبي: اعمل لأولادك قلاعا اقتصادية. هذا مطلوب، لكن أهم من ذلك أن تحصنهم بأخلاق كريمة. قد يحصل ولدك على مؤهل متوسط لكنه ذو خلق لا يدخن، لا يدخن، لا يتحرش، لا يبعث عين، لا يبعث عينيه في كل فتاة أو سيدة تقابله، ليس قبيحا، ليس سليطا، ليس مذل اللسان بالكلم السيء، صادق، مؤدب، يحب الناس، يحب الحياة، يحب الله ورسوله، يحب القرآن، يحب بيوت الله، يحب المسلمين، يصل أرحامه، يحسن إلى جيرانه. صفات دي دقيق الملاحظة بعيد النظر، كل هذه قيم يجب أن تربي عليها ولدك. ودعه يسقط مرة فيقوم،
يفشل في شيء ما ليتعود ابتلاع الهزيمة والمضي ليصنع انتصارا. إذا وقع فالحق، وإذا نجح فهنئ. إن فعلت ذلك في ولدك وفي ابنتك هذا خير من أن تترك لهم كل الدنيا مالا. إذن لأن نفقد المال، لأن نفقد العلم، خير من أن نفقد الأخلاق. الأخلاق هو الذي بعث، الآية التي قرأتها في أول الخطبة، الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. يزكيهم يعني يعلمهم الأخلاق الحميدة وينظفهم من الأخلاق السيئة الكريهة. أيها الإخوة المسلمون الأكارم، إن في قول المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق دلالة كبرى على أن هذا الدين دستور الأخلاق الكاملة. وأيضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر وعن الإثم. ما البر يا رسول الله؟ ما الإثم يا رسول الله؟ فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فمن بدله بعدما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، ووفق ولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم وفق قادتنا، اللهم وفق قادتنا، اللهم وفق قادتنا، اللهم بارك أمتنا، اللهم حقق وحدتنا لخير المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وآمنا في أوطاننا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.